مساء الخير عليكم، ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وعايزه اقول لكم انكم تعملوا كل حاجه بتحبوها وملكوش دعوه بالناس. يعني لو انت بتعمل حاجه والناس شايفه ان الحاجه دي مش مهمه او مش مفيده بس مخلياك مبسوط، اعمل اللي انت بتحبه علشان دي حياتك انت، محدش ليه اي حكم عليها ولا انه يتحكم فيها، لان حياتنا مليانه شخصيات كتيره جدا، في منها ناس سويه وناس غير سويه، في شخصيات سلبيه وشخصيات ايجابيه. النهارده بقى احنا هنتكلم على مجموعه كده من الشخصيات اللي موجوده في حياتنا. هكون انا وولاء. ازيك يا ولاء؟ ازيك يا ندى؟ عامله ايه؟ انا مبسوطه اني موجوده وانا معاكي كمان النهارده. مبسوطه جدا اني معاكي النهارده. نتكلم النهارده في موضوع مهم جدا يا ندى، وهو فعلا موضوع الشخصيات. عايزه اقول لك ان علم النفس من اقدم العلوم اللي اتكلمت على الشخصيه، وكمان علم النفس كان الاول بياخد موضوع الشخصيه عن طريق تعبيرات كده جزافيه، لكن هو ابتدى ياخد الموضوع وربطه بعلم الشعور. فابتدت تتقسم الشخصيه الانسانيه لشخصيات إيجابية وشخصيات سلبية، وده كان بيعتمد على البيئة، الذكاء، الوعي بتاع الشخص نفسه، العوامل الداخلية والعوامل الخارجية اللي بتأثر فيه. فابتدى ان هم يقسموا أنماط الشخصية عندنا، يعني عندنا أنماط شخصيات إيجابية وعندنا أنماط شخصيات سلبية. تفتكري احنا بنقابل اكتر في حياتنا الايجابيين ولا السلبيين؟ يعني بصي، انا مش عايزه اكون يعني متشائمه شويه، بس للاسف انه الشخصيات السلبيه بتاثر اكتر، يعني أكتر. بيكون تاثيرها علينا يمكن اكتر شويه، لانه هم بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم ياخدوا منك، ما بالظبط، يدولكيش. هم بيسرقوا طاقتك. ده حقيقي. هم اصلا بيسموهم في العلم الدارج كده ممتصين الطاقه. بالظبط بالظبط. يعني هم بياخدوا من طاقتك وبيتغذوا عليها. ده حقيقي. وبعدين انت مهما حاولتي ان انت تعلي بالطاقه بتاعتهم، مستحيل تعرفي تعملي ده، هتلاقيهم دايما بياخدوكي وينزلوا لتحت. بالظبط. فدي بتبقى مشكله كبيره جدا. عندنا طبعا انواع كتيره كتيره جدا جدا. عايزه اقول لك نتكلم الاول عن الشخصيات الايجابيه كده طبعا. علشان الناس يا ريت، علشان من اولها. عندنا الشخصيه اللي هي بتبقى الشخصيه الحنونه، ودي الشخصيه اللي هي تحسي كده قلبها طيب. أيوة. اللي هي دايما بتواسيكي في احزانك وبتاخد بايدك في افراحك وبتبقى مشاركاكي في كل حاجه. بس للاسف الناس بتسمي طيبتها دي هبل، او بتسميها ان هي طيبه يعني بتضحك عليها قوي، مع ان في فرق شاسع جدا بين الاثنين. طبعا. عندنا كمان الشخصيه اسمها الشخصيه الليمفاويه، ودي بقى الشخصيه، عارفه انت، الكاركتر الذكي اللي هو بيتعامل بدماغه اكتر، وبيكون كده شخص راسي ومتزن كده في تحركاته وتصرفاته، وتعرفي تاخدي منه قرار. يعني ده اللي بيشغل العقل شويه. بيشغل العقل. وهو بصي بروده في تصرفاته بيخليه ياخد قرارات صح جدا ويوصل لهدفه. عندنا كمان الشخصيه الشغوفه، ودي تلاقيها دايما الشخصيه اللي عندها طموح، اللي عايزه تحقق اهدافها، وده بنلاقيه في الرؤساء، في الزعماء، في الناس، الشخصيات اللي ليها وضع اجتماعي شويه، لان هم بيقدروا يوصلوا لاهدافهم وبيبقوا سريع الحركه وسريع البديهه. طب انت انهي شخصيه فيهم بقى؟ انا بتهيألي شغوفه. انا شغوفه. حلو. انا عندي تحسي ان انا بحب الشغل جدا وباور قوي في الشغل، تحسي ان انا بحب اتحرك كتير وان انا اوصل لهدفي. برج الجدي بقى لازم اوصل ده لهدفي. جميل. لا برافو برافو عليكي، وده ده حلو قوي. يعني شخصيه من الشخصيات الجميله. بصي بقى، انا يعني للاسف هتكلم بقى على الشخصيات السلبيه شويه في حياتنا. مش هتكلم عليها، يمكن هتكلم علشان الناس تعرف ازاي ممكن تتعامل مع الشخصيات دي وتبعدها عنها. انا بشوف انه احنا حياتنا ما ينفعش يكون موجود فيها غير الشخصيات اللي تستحق انها تكون موجوده فيها. يعني اي حد ما يستحقش او ما يستاهلش يكون موجود في حياتي اطرده براها تماما. عندك اول شخصيه الحقيقه، واعتقد ان احنا كلنا موجود عندنا الشخصيه دي، الشخصيه الحشريه. الناس اللي طول الوقت هم اشتغلتي شغل جديد، هو انت بتقبضي كام؟ هو انت بتعملي ايه؟ لو انت لسه ما اتجوزتيش، ايه ده، معقوله انت لسه ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي؟ يا ايه ده، حرام. ولو اتجوزتي ايه ده، انت لسه ما حملتيش؟ مفيش حاجه جايه في مفيش السكه؟ بيبي؟ لا مفيش يا جماعه حاجه جايه في السكه والله لسه. يعني لو انت طالبين لا حاجه المانع تمام خير. استنوها لا هما يعني. كمان ما بيسكتوش، يعني هما بيبقى في اسئله تانيه. الفكره بقى انه كمان، وطبعا السؤال اللي انا بشوفه يعني ممنوع يا جماعه حد يساله بجد والله العظيم، ولو حد ساله لك احرجه، هو انت بتقبض كام؟ يعني ده سؤال عيب، عيب يتسال، ممنوع اي حد يقول له قول له مالكش دعوه. هل لو انا مثلا بقبض قليل انت هتطلع من فلوس من جيبك وتديني فلوس؟ خالص. اكيد لا. ولو انا بقبض كتير برضو مش هطلع من جيبي وادي لك، فما تخصكش خالص. ياه، بتقبضي يعني كل ده؟ عارفه اللي هو ايه ده. يعني الفكره بقى كمان انه النوعيه دي من الشخصيات لو انت جيتي بصيتي عليها هتلاقي ان انت ما تعرفيش حاجه عن حياتهم. بالظبط. يعني فعلا. هم دايما بيبقوا عاملين حواليهم سور كده محدش يعرف حاجه عنهم، بس هم عاوزين يعرفوا كل حاجه عن الناس، والحاجات دي مش هتفيدهم. يعني لا هتفيدك انا اتجوزت ولا لا، ما اتجوزتش ليه. والفكره ان انت لما كمان بتردي رد مش مقنع بالنسبه لهم، هم ما بيكسفوش ان هم بيكملوا معاكي اسئله. لو مثلا ايه، والله كل شيء اسمه ونصيب، بس ليه برضو؟ يعني ما فيهاش بقى ليه يا جماعه، خلاص يعني. فالشخصيات الحشريه بجد يا جماعه لازم اولا انتوا ما تتكسفوش انكم تحرجوهم، لان هم ما بيكسفوش يسالوا. فاللي ما يتكسفش يسال سؤال ما يخصوش، يستاهل الهجره انا ما اتكسفش ارد عليه رد يضايقه ويزعله.
في بقى كمان زي ما انت كنتي بتقولي هم ممتصين الطاقه، اللي هم اصحاب الطاقه السلبيه. في ناس طول الوقت هم عايشين بس هم اللي عندهم المشاكل، هم اللي الدنيا دايما جايه عليهم، هم عايزين طول الوقت يفضلوا يقعدوا يشتكوا. ومهما قعدتي تواسي فيهم وتطبطبي عليهم برضو ما فيش يعني. لا. هو عنده هدف واحد بس، هو انا جاي اشتكي. وعلى طول عيانين وكل امر. لو قلتي مثلا ده انا بشتكي من صداع وانفلونزا، يا انت عارفه امبارح كان عندي نفس الاعراض. لو احنا بنفس بقى يعني نشوف مين هنعلي على بعض، مين فينا اللي هيبقى متضايق اكتر. هم كده فعلا. فالمشكله انه في ناس بقى من اصحاب الطاقه السلبيه دي للاسف بيكونوا ناس قريبين مننا قوي. حد في اهلك، واحده متجوزه حد، او حد متجوز واحده، فبتبقى كمان العلاقات مش سهل ان انت تتخلصي منها. يعني احنا نطرد الناس بره حياتنا، بس في ناس مش هتعرفي تتخلصي منهم، لو حد من اخواتك، لو حد من اهلك، لو. فالتعامل معاهم محتاجين ان احنا يكون في كده قواعد. طب انت عارفه بقى التعامل معاهم بيبقى ازاي يا ندى؟ اول حاجه ان انت ما بتركزيش قوي في كلامهم، يعني انت ما بتاخديش ان الكلام ده موجه ليكي شخصيا. انت دايما عقلك الباطن بترجميه ان هم بيوجهوا الكلام ده لنفسهم قبل ما بيكونوا بيوجهوا الكلام ده ليكي، لان انت كده بتعملي نوع من طرد الطاقه بتاعتهم او صدها. بالزبط. فالطاقه بتتقلب عليهم، بتنعكس عليهم. خصوصا هم لما بيلاقوك ان انت مش واخده الكلام عليكي، او بالعكس انت بتتقبلي الكلام بصدر رحب وبتضحكي او بتغيري الموضوع لمودك انت، هم بيحسوا ان انعكاس الطاقه دي اتقلب عليهم. فده بيبقى انت زي صديتي الطاقه بتاعتهم. كمان ان انت ما تبقيش دايما بتبرر لهم مواقف. يعني لما يجوا يكلموكي على حاجه انت بتعمليها ما تبرريش. مش هم دول ما ينفعش تبرر لهم موقف. او تاخدي مثلا ان انا اخد رايكم في حاجه، خلاص انت جربتي مره وشفتي اللي هم عملوه فيكي، ما تحاوليش تكرريها تاني خالص. ايوه بالظبط. عارفه لو انت بتسمعي كلام من هنا تخرجيه من الناحيه الثانيه، ما تعديهوش على مخك خالص. يعني اللي هو مش عشان حاجه والله، بس لانه فعلا بيبقى الموضوع مش مستاهل. هما بيبقوا دايما طول الوقت عاوزين يبقوا بس محور اهتمام، عايز اخد اهتمامك. فعارفه بحته الصعبانيات اللي هو اصعب على اللي قدامي، فاقعد احكي له المشاكل والوجع والزعل. طبعا احنا مثلا لو اصحابنا، لو اهلنا، حقهم علينا ان احنا نكون سند ليهم ونقف معاهم في مشاكلهم وفي مواقفهم الصعبه. بس كمان لما تبقى في مواقف حلوه نبقى موجودين بقى، لكن صح. يعني مش هبقى موجوده بس وقت ما انت زعلان وتعبان. عايز اقول لك كمان ان انت لما بتتكلمي مع حد انت بتبقي مستنيه دعم. لما بتاخدي راي حد في حاجه انت بتبقي مستنيه كومنت ظريف يرفع من روحك المعنويه. انت بتبقي يعني كل حاجه عندك مترتبه، فانت محتاجه بس مجرد دعم. نطلع لفاصل ونرجع نكمل لعبه تاني. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وبنكمل يا ندى في كلامنا عن الشخصيات السلبيه والناس ممتصين الطاقه. انت عارفه بقى علم النفس قسم لنا الشخصيات السلبيه دي لكام شخصيه؟ قسمهم لاول حاجه الشخصيه العصبيه، وده الشخص اللي بيبقى نرفز قوي في تعاملاته، بيبقى عصبي، ما بتعرفيش تاخدي منه عقد نافع. اللي هو بياخدهم بالصوت ليغلبوكوا. وده بتبقى قراراته سريعه جدا وقراراته طايشه، يعني تقريبا كده ما بيكملش في ارتباط فتره طويله. كمان عندنا الشخص التجنبي، اللي هي الشخصيه التجنبيه اللي انا بتجنب، انا بخاف، عندي فوبيا، فانا بتجنب الحوار مع حد. انا دايما عايز حد ياخد لي قراراتي، انا دايما عايز حد ما بيعرفش يواجه خالص، ما عنديش صفه المواجهه. عكسه بقى الشخصيه الاعتماديه، ده انا شخص بعتمد على كل اللي حواليا في كل حاجه، ودايما ببقى عندي بديل. يعني عندي حد باخد رايه قوي، ولو الشخص ده مش موجود لازم يبقى في عندي خطه بديله، شخص ثاني احتياطي. في عندنا كمان الشخصيه الوسواسيه. وده مش اللي هو مرض الوسواس القهري، هو مرض الوسواس القهري بيبقى عرض عنده من ضمن صفاته. لكن الوسواس القهري تقدري تعالجيه. طبعا. لكن الشخصيه الوسواسيه ده هو الشخص طبيعته كده، كاريزمته كده، بيشك في كل حاجه، بيفكر في كل حاجه، بيركز في كل حاجه، بيسال قوي في التفاصيل. واخر حاجه عندنا في الشخصيات الشخصيه الشكاكه، ودي بتبقى من اصعب الشخصيات اللي بتتعاملي معاها، خصوصا لو العلاقه بينكم زوج وزوجه. طبعا. لان ما بيبقاش في اي ثقه، وبيبقى كل تصرف انت بتعمليه بياخده من منظور شك او منظور مش كويس. هي بتبقى الحياه مستحيله مع الشخصيه الشكاكه دي. جداً. يعني انا بشوف انه في الغيره مطلوبه، وانه حد يغير عليكي او تغيري على شريك حياتك ده امر طبيعي، لكن هي في شعره كده بين الغيره والشك. صح. فالشخصيه الشكاكه دي يعني كارثه. جداً. مستحيل تعرفي تعيشي معاها. وبيبقى بيفتش بقى في كل حاجتك، ما هو طول الوقت خلاص ما فيش امان، او ما فيش ان هو يعني هو مش مطمن، مش مديكي امان، ما فيش ثقه. فطول ما خلاص الثقه مش موجوده يبقى الحياه مستحيله اصلا بين الطرفين. انا عايزه اقول لك كمان في موضوع العلاقات ده، في نوع من الشخصيات اللي هي الشخصيات المستغله للمشاعر، اللي هو ايه بقى، هو عارف ان انت بتحبيه جدا، فهو خلاص هو يعني ضمن وجودك. بالظبط. حطك كده على جنب، هو طول الوقت هو عارف ان انت مثلا ما بتزعليش فبيفضل يزعلك زياده. عارف ان انت بتحبيه قوي فبيستغل كل المشاعر. عارفه انت بتيجي في وقت انت اديتي كل حاجه، طاقه ومشاعر وحب ومجهود، كله 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 بالظبط، بتيجي في لحظه كده بتقفي، اللي هو
طب انا بقى انا فين؟ بتحسي ان طاقتك خلصت، ما عملتيش اي حاجه لنفسك، ما خدتيش اصلا من الشخص ده حاجه. فالشخصيات المستغله للمشاعر دي من أسوأ الشخصيات اللي ممكن تقابليها في حياتك، واللي للاسف احنا بنديهم فرصه واثنين وثلاثه وعشرين علشان انت بتبقي بتحبي الحد ده قوي فعايزاه موجود في حياتك. صح. بس بعد فتره طويله قوي تكتشفي ان ده غلط، يعني ده ما ينفعش. عارفه مين اللي زيهم برضو بيقابلهم ايه او نفس النمط ايه؟ شخصيه بيسموها شخصيه الثعلب. عارفه ده مين؟ ده الشخص اللي بيبقى منمر على شخصيه معينه ويبتدي يفرز حياتها كلها، يعرف نقط ضعفها، بتحب ايه، بتكره ايه، ويبتدي يخش لك من نقط ضعفك. وده اللي بنقابله كتير على السوشيال ميديا، ان انت تلاقي حد بيتقرب ليكي وتلاقي الشخص ده اداكي اهتمام قوي، فطرتي، صحيتي، طب رحتي الشغل، وتلاقي ان انت محتاجه الاهتمام ده في وقت معين. صحيح. فانت غصب عنك بتميلي للاهتمام، وبيديكي كميه مشاعر كبيره جدا، في وقت ما انت بتبقي خلاص وثقتي في الشخص ده يسحب نفسه. اختفى. لا، وعايزه اقول لك ان هو كمان زي ما انت قلتي كده بيلعب على عواطفك، يعني حقيقي. بيبقى ارمل من 5 سنين مثلا. ايوه. خبطتني عربيه من 3 سنين ومش عارفه اعمل ايه. الصعبانيات دي بتبقى مهمه. هو بيلعب على الوتر الحساس كده زي ما بتقول شيرين، فاهماني؟ فبياخد مشاعرك، هو بيعمل عليكي هاله كده، يمتص كل حاجه عندك وبعد كده يديك على دماغك. ما هو ما انا عشان كده بقول لك احنا بس عندنا مشكله في انه احنا نعرف الشخص من الاول، يعني ونكتشف اول ما اكتشف عيوب. هي بس عندنا مشكله كده لطيفه قوي انه يقول لك ايه، ما العيوب دي يعني ما فيش حاجه بتروح يا جماعه، والعيوب هتفضل زي ما هي. والمشكله بقى انه ايه، في اول العلاقه بتبقى المشاعر قويه قوي قوي، فالعيوب انت بتعديها، بعد كده المشاعر بتهدى، فبتبدا يبدا العقل هو اللي يشتغل. فاول ما العقل يبدا يشتغل تبدا انت بقى تركزي مع العيوب، وتبداي تلاقي ان انت مش قادره تتحمليها، برغم ان انت في الاول كانت على قلبك زي العسل، يعني ما كانش عندك مشكله. فعشان كده احنا من الاول يا ناخد حد شبهنا وزينا يا بلاش، لانه مفيش حد بيتغير، ومفيش حد طبعه عايش عمره كله بيعمل حاجه، يعني 20 25 سنه عايش بطبع معين خالص، مش هيجي يغيره، مش هينفع. بس عارفه هي في ناس بتحاول تعمل وقفه مع نفسها، تقول لك انا عايزه اتغير، لما بلاقي حياتي بتتهد، لما بلاقي ان انا بخسر حد فعلا انا حبيته. بس القرار بيبقى طالع منك انت، يعني فاهمه الفكره، من الشخص نفسه مش عشان حد، بالزبط. عشان نفسك. فلو انا هقرر اتغير عشان نفسي مش محتاجه اي عامل مساعد من بره، لكن مش هاجي حد يقول لي اصل انا والله ما بحبكيش ان انت بتتعصبي فانا ههدى. لا خالص. لما انا الاقي ان العصبيه دي غلط عليا او خسرتني حاجات او خلتني مش عايشه صح، هبدا انا اخد القرار ان انا لازم اتغير، فيبقى إيه القرار طلع من جوايا. ايه رايك يا ندى، احنا دلوقتي بنتكلم على الشخصيات اللي احنا بنقابلها، طب ايه رايك لو الشخص نفسه هو اللي شخصيه سلبيه؟ اللي هو بيبقى مكتئب، شايف الدنيا سوداويه، انا مش هنجح، انا فاشل، انا مش عارف اخد قرار. وعلى فكره ما بيقولوش او ما بيبوحوش بسلبيتهم لحد. بصي، هي ما هي كنت لسه هي دي الفكره، انه نص العلاج ان انت اصلا تعترف بالغلط اللي عندك او بالتعب اللي عندك. هما ما بيعترفوش. لا، عشان كده حالات الانتحار بتاعتهم بتزيد، او ان هم بتلاقي فجاه كده ان الشخص ده وقع منك، وانت يعني ازاي احنا عايشين معاك ومش حاسين ان انت عندك كل ده؟ بالظبط. لان هو اتعرض لضغط نفسي شديد جدا وما قدرش يعبر عن مشاعره السلبيه اللي جواه انه يقدر يخرجها. وده بيبقى من اصعب الشخصيات اللي انت ممكن تقابليها في حياتك، لانه بيبقى محتاج دعم فوق طاقتك. ايوه. ومش محتاج منك توجيه ولا نصيحه. لا لا، هو محتاج طبطبه. محتاج ان انت تحني عليه، تفهمي دماغه، تعرفي هو عايز ايه، وتبتدي بالراحه كده تفك طلاسم اللي جواه. قابلتي حد زي كده في يعني احتاج منك مساعده وقدرتي ان انت تقدمي له ايه، يعني يد العون؟ طبعا. بصي، يعني انا بشوف انه زي ما بقول لك، احنا سواء اصحابنا او اي لو حد مرتبطه بيه او كده، هو طبيعي ان هو لازم يعني حقه عليا اني اكون سند ليه في وقت ضعفه، يعني وقت ما هو حاسس انه مكسور، حاسس انه مش مهم، حاسس انه مش مفيد. في ناس كتير قوي بيجي عليها لحظات ضعف كده، اللي هو خلاص هو استسلم لكل حاجه، طاقته خلصت. في اللحظه دي انت لازم تكوني موجوده، لان هو ده مش طبعه، يعني هو مش طبيعته كده، هو مش طول الوقت بني ادم سلبي او عايش بطاقه سلبيه، لا، هو مرت عليه مواقف وصلته للنقطه دي. فانت في المرحله دي او في النقطه دي لازم تكوني سند ليه ودعم ليه. على فكره مش شرط خالص تعملي حاجه كبيره، مجرد وجودك جنبه، وجودك يعني عارف، مجرد الطبطبه دي كده، الكلام الحلو، الابتسامه، الوقت ما يرفع سماعه التليفون يلاقيكي موجوده، تقعدي تسمعي ساعه اتنين تلاته من غير زهق، وما تحسسيهوش ان هو عبء عليكي. لانه في اوقات انت بيبقى غصب عنك، انت تعبانه فخلاص بقى مش قادره تسمعي. فاللي قدامك وقت ما بيحس ان هو عبء عليكي بيقرر انه خلاص انا كده كده مش مرغوب فيها، فدي بتبقى المشكله الاكبر اللي بتقابله. بالظبط. فعلشان كده التعامل مع الناس دي محتاج يعني
هقولك ايه، اللي هو انت تبقي واعيه قوي 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 لدرجه هو واصل لفين، ومن الدرجه اللي هو وصلها تاخديه بقى وتطلعي بيه لفوق. بالظبط. وكمان محتاجين ان انت تشاركيهم في حياه، يعني في بعض الانشطه الاجتماعيه، تغذيه للعالم بقى الافتراضي اللي هو مش شايفه. هو شايف الدنيا سودة، وشايف الدنيا مش حلوه خالص، وشايف كل حاجه انا مش بقدر انجح فيها. بالعكس، انت تحاولي تدخليه في الحاجات اللي يبرز فيها نجاحه، بالظبط. فهو هيحس ان هو خد عارفه ثقه اللي هو بنفسه. فكره ايه، انت بتنوري له كده نقط القوه، يعني هو طول هو في اللحظه دي بيبقى بواصل ان هو مش شايف غير نقط الضعف بس. فانت هتعملي ايه؟ انت هتعملي زي سبوت كده على النقط بتاعت القوه. لا بص، في واحد اتنين تلاته، فيبدا هو نظره يروح او يعني اتجاهه يروح لحته تانيه، فهينسى الضعف وهيبدا يركز بس في الحاجات اللي هو عنده، الحاجات الحلوه. لا انا عندي فعلا طب حاجات قولوا حلوه. لنا بقى كده يا ندى في عجاله، لان احنا خلاص فاضل تقريبا دقيقتين ونختم حلقتنا. قولوا لنا كده ازاي اكتشف لو الشخص اللي انا بتعامل معاه شخص سلبي، اكتشفه ازاي؟ بصي، زي ما بقول لك، هي التجربه خير دليل زي ما بيقول، يعني مش من اول موقف طبعا ولا من اول تعامل هتبداي، بس تلاقي انه في مثلا شويه مواقف كده بتحصل ورا بعض بتبين لك الشخصيه اللي قدامك. يعني طبعا الشخصيه الحشريه دي بتبان جدا من اول قعده، يعني هو والله دي من اول من قعده اول ما بتخش بتتعرف. الشارع اه، من تعرفيها اول على قعده، طول. حتى لو انت قاعده مع ناس كده صحابك هتلاقي انه عارفه، تحسي انه نظام تحقيق. يعني انت عندك كام سنه؟ انت متجوزه ولا لا؟ انت عندك ولاد؟ طب يعني عارفه، فهتلاقي انه فالشخصيه دي من اول قعده لا دي بره خالص، بره مش موجود. الشخص اللي هو المستغل لمشاعرك ده للاسف مش هتكتشفيه من الاول، يعني هتعدي هتكتشفيه لما بشويه. تحتاجيه، اه ما يعني تلاقيهوش. بالظبط، هتلاقي ان هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بياخد منك بس، ما بيديلكيش اي حاجه. فهيبان بعد شويه كده من الوقت. فبرضو انا بس يعني اي شخصيه من الشخصيات دي، انا نصيحتي الوحيده انه اول ما تكتشف الشخصيه دي ابعد عنها فورا، يعني ما تديش فرص وما تديش اعذار. ولا مبالاه، ساعات بتتعاملي مع ناس عندهم لا مبالاه، يعني انت زعلانه، انت فرحانه، هم مش فارق معاهم اي حاجه. أي دول أنانيين. تعبتي، ما حتى ما يرفعوش سماعه التليفون، ومع ان انت ممكن تبقي جدعه جدا مع الناس دي. ما بقولك، هو يعني ده انت شخص أناني. بتقدمي مواقف كتير، يعني انت قدمتي السبت ومستنيه بقى أي اي يوم في أي الاسبوع يوم. يجي فيه هاتولي اي التلات يوم طيب يا جماعة، اي يعني حاجه. لا الناس ديت يعني ايه، وكمان هم مش بيحسوا بغلطهم. لا خالص. هو ما انا بقول لك، هي المشكله انه الاعتراف بالغلط اصلا خلاص، هو كده انت حليتي نص المشكله. هو ما فيش، انا لا بعترف ان انا غلطان ولا ان انا عندي مشكله. انت مشكله عندك على فكره طول الوقت، المشكله المشكلة عندك انت عندك مش انت. عندي انا، يعني انا عارفه. بريء. فاه فهي دي مشكله فظيعه جدا. ومن الشخصيات برضو، بس يعني في النهايه بقى كده اللي هي يعني ومنتشره دي جدا طبعا، اكيد كلنا قابلناها، الناس اللي هم بتوع مصلحتهم. طبعا. انا ما عنديش مشكله خالص على فكره انك تبقى بتاع مصلحتك وما بتكلمنيش غير علشان انت عاوز حاجه معينه، هحترم ده جدا والله، بس انت مش صاحبي. يعني ما تعملش ان انت حبيبي، يعني انا ما عنديش مشكله ان انا اتعامل معاك على عيبك زي ما بيقولوا، انت بتاع صح، مصلحتك هتتصل بيا احنا عشان عايز حاجه هيبقى لينا كلام تاني طبعا اكيد في موضوع لازم. الشخصيات، لان اه احنا لسه عندنا شخصيات كتير خلص الوقت. هنتكلم فيها. للاسف خلص الوقت. كنت مبسوطه جدا ان انا كنت معاك كمان، انا النهارده في كمان يا نجوم على حبيبتي، الهوا، ويا رب تكونوا كمان كنتوا مبسوطين معانا في نجوم على الهوا، وانتظرونا في حلقه جديده انا وندى.